في مثل هذه الأيام المباركة من كل عام هجري يتوافد المسلمون إلى بيت الله الحرام، ومن المتوقع أن يؤدي هذا العام أكثر من 2 مليون شخص مناسك الحج، من بينهم 1,400,000 حاج من الحجاج الوافدين. البعثة المصرية هذا العام هي الأكبر منذ سنوات، وقد انتهت أمس السبت آخر رحلات التفويج بعد وصول 70,000 مصري إلى الأراضي المقدسة وسط جهود مكثفة للعمل على خدمة ضيوف الرحمن. الحج ركن الإسلام الخامس وأحد الشعائر الإسلامية العظمى وفريضة يتوافد من أجلها ملايين المسلمين من كل أنحاء العالم إلى بيت الله الحرام لتأدية مناسكه، بداية من الإحرام والطواف، مرورا بالسعي في الصفا والمروة، ثم الوقوف على عرفات. وفي هذا العام يتوقع أن يؤدي مناسك الحج أكثر من 2 مليون شخص، من بينهم 1,400,000 حاج من الوافدين من خارج المملكة، بزيادة تصل إلى 33% عن العام الماضي. وبحسب المديرية العامة للجوازات في السعودية، فإن 1,300,000 حاج وصلوا الأراضي المقدسة عبر الطيران، بينما وصل 86,000 حاج عبر المنافذ البرية، و14,000 حاج عن طريق البحر. واستعدادا لموسم الحج تشارك 22 جهة حكومية سعودية في برامج التوجيه والتوعية لمساعدة الحجاج على أداء المناسك، فضلا عن الخدمات الطبية والأمنية. شعور جيد وفيه عظمة كبيرة للإسلام والمسلمين، أتمنى أن تظهر على الواقع السياسي. شيء كبير، شيء كبير، مش سهل، مش سهل بتنظم هذا الشيء قاع، لو مكش نظام وهذا الشرطة وهذا الأمن. وفي هذا الموسم من الحج تم تفويج نحو 78,000 حاج مصري بواقع 300 رحلة طيران وثماني رحلات بحرية عبر ميناءي سفاجة والغردقة. وبحسب بعثة الحج المصرية فقد وصل 55,000 حاج مصري إلى مكة المكرمة ونحو 10,000 إلى المدينة المنورة. حجم البعثة السنة دي كبير، يعني أزيد على أقل ب 20-25% من السنين اللي فاتت، فبالتالي طبعا التحدي بقى أكبر على المجموعة كلها، فكنا بنطمن على الوضع اللي هناك، وطبعا طمنوني إن هم ابتدوا يستلموا المقرات بتاعة الحجاج المصريين في أماكن العرفات ومنى. من كل فج عميق يتوافد الحجاج نحو المشاعر المقدسة في وقت تواصل الجهات المشرفة العمل بكل طاقتها الفنية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن والإشراف على تنقلاتهم حتى تأدية المناسك بسلام.